عايز برضو هنا وانا بطرح مع حضراتكم، يمكن في الحته دي يمكن هنطلع حتى بره مساله انه لا يعني نحتكر مصطفى زمزم في الحديث عن مظله الحمايه الاجتماعيه، الى مساله تشجيع الشباب من خلال هذا المؤتمر اللي اتكلم فيه دكتور مصطفى مدبولي، لانه اتكلم كتير جدا على مساله الشركات الناشئه، واتكلم على مساله اعطاء تسهيلات لهذه الشركات تصل الى حد انه انت هتنشئ بالاختيار، ولا قدر الله اذا كان هناك حل لهذه الشركه فسوف يكون بالاختيار وعبر الويب سايت. يعني في حاله كده لو صح التعبير، حاله ذهبيه في مساله انشاء شركات وما الى ذلك. دكتور نذين، تشوفي ده الى اي مدى يشجع الشبان على الخلق والتفكير والابداع، وانه يبقى متشجع وقلبه جامد انه ينشئ، لدرجه انه لو فلوسك غير قادره انك تخلق مقر فاعمل الشركه بتاعتك افتراضيا؟ طبعا هو مشجع جدا جدا، وهو هرجع تاني اقول لحياتك، اي شركه عاوزه يكون لها مانيول، عاوزه لها كده انها تعرف القواعد التي تسري عليها. وشجعها في حاجات بقى اللي هي الاساسيه. اي شركه بتنشا لازم لها لازم تروح هيئة الاستثمار أو علشان تنشأ. ده سهل يعني، لأن احنا الحقيقة يمكن في الهيئة برضو سريعة، وفي حاجات كتير اتقالت النهاردة إن هي هتيسر وتسهل أكتر. حلو. وخصوصا للشركات الناشئة. احنا هي الشركات زي بيقولوا ستارت ابس دي بتنشأ منين؟ بتنشأ من وجود فجوات في قلب المجتمع، وفي كل كده لو خدت كل قارة هتلاقيهم فجوات مختلفة. يعني في فجوة هتبقى احنا عندنا حاجات كتير جدا جدا، فإمكانية ان الشباب يطلع بحاجة كثيرة جدا. صحيح. جدا اسهلهم ان هو يبقى على الكمبيوتر ويخش يعمل لك. دي شركات بتبقى فرد، يعني فرد او اثنين او ثلاثة، فهي مش بتشغل ناس كتير. انما في نفس الوقت هي دي اللي بتخترع واللي هي بتديها الكرياتيفيتي ان انت فانت النهارده المنظومه اللي بيتكلم عليها التكنولوجيه وفي عندنا يعني الان تي ار اي اسمها ايتيدا ومش عارف ايه، عاملين حبه حاجات محترمه جدا الحقيقه لهذه الشباب. انما كله في الاخر بينصب في ايه؟ في انك انت بتكلكع له الدنيا، لانه لازم يبقى ياخد موافقات معينة، الترخيص بتاعه بيبقى صعب ان هو ياخده، يجيله ضريبة زي ضريبة 2.5% من على التوب لاين بتاعه، هو اصلا لسه ما عملش بوتوم لاين عشان يعمل توب لاين ولازم يدفعها. التأمينات الاجتماعية بتمثل عبء كبير عليهم، لان هي مطلوبه. صحيح. انما صحيح. في نفس الوقت ده لسه ما بيقول يا هادي، انا في بعض الحاجات بلزمك بانه عدد الموظفين عندك لازم ما تقلش عن كذا، وانا بالزبط. عايز يبقى في عندك مراقب مالي ومدير مش عارف ايه بالزبط. يا عم انا بقول صباح الخير، ولسه كمان انا هديله كمان مينيمم باي. فانت بتتكلم على حاجات كتير قوي بتبقى معرقله بالذات في الستارت ابس. الفكره بقى ان مش بس الستارت اب هي المشكله، هي الستارت اب ده اسهلهم لان في فلوس كتير داخله في السيد ماني. حلو. انما هي عشان نعمل سيد فاند بالظبط كده، هو اللي بعد كده بقى انا قومته وانشاته وبعدين سبته، ده بقى بيحبط ومش عارف يعمل ايه، ولازم يقفل ولازم يتخرج. في قانون الافلاس اللي هو فعلا اللي لم يفعل القانون، وبالتالي كل يعني يمكن احنا بنتكلم اصلا في اعقاب المؤتمر والحاجات اللي قالها، مفيش حاجة النهاردة ذكرت فعلا مغطتش كل الحاجات اللي احنا بنشوفها في قلب السوق.